ما إن أعلن حظر التجوال في مدينة الموصل من قبل حكومتها المحلية كإجراء احترازي من تفشي وباء كورونا، حتى قفزت أسعار المواد الغذائية والخضار إلى أضعاف أسعارها الطبيعية بطريقة أقل ما توصف بالاستغلال العلني. بعد ساعة من إعلان المحافظ منع التجوال قبت العالم على الأسواق، ومثل ما تشوف عينك إحنا أهل الهيو، يعني هسه أول من منع التجوال يومين، احنا مرت علينا ازمات اكثر من هذه يا اخي. شوف الدنيا تقول عباك باشر يوم المحشر، عالم ما شايفه يا اخي صار، ولا المحلات عيني والتجار يا بعد قلبي. قدامي واحد شال لافته ما سعر غير سعر قدام عيني والله، يعني ما حرام هذا؟ المفروض المحافظ من يتشي قرار يطلع مفارز يراقب اللي كان غله ربع دينار اشلع عيونه، اذا ما يشي ما يستطيع السوق. اليوم الحمد لله والشكر صار عندنا السوق بسبب الممنوع التجوال، يعني لو ما حضرت جات كان ما يصير يجي السوق صراحة. إقبال كبير من الأهالي للتبضع من محلات المواد الغذائية، والطلب الملح من المواطنين على هذه السلع رفع من أسعارها بشكل كبير، وشهدت محافظة نينوى واكتظاظ أسواقها بالمتبضعين خوفا من أن يطول حظر التجوال. المواطنين متخوفين أنه راح تتكرر مو يومين، تصير بعد 4 أيام أو 5 أيام أو أكثر، يعني هيك الناس الزحامات ما شاء الله. اللهم صل على النبي، الوعاء والخليمة النحل، فنسأل الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحن على البلد هذا. ازدحام العالم قبط على المدى، هي يومين راح تصير منع التجول فقط، استغلال مو حلو طبعا عندنا بالموصل. ارتفاع ملحوظ في المواد الغذائية واستغلال الباعة لأزمة الوباء سببه عدم الرقابة ومحاسبة تجار الأحداث الذين لا تراهم إلا في الكوارث والأزمات. أنس الشرقي من الموصل، قناة الرشيد الفضائية.